ليش بتحب قناة يوميات مزارع فلسطين؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي، رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا يا جماعة الخير اليوم نشوف باقي الفقس، ونشوف ايش اللي فقس معانا. طبعا زي ما انتم عارفين ان انا بعملكم اول باول حلقات ايش بصير معايا في المزرعة واحداث بتصير، وبنفس الوقت بصور لكم ووثق لكم، وبنفس الوقت بستقبل اسئلتكم برد عليها كلها. في الحلقة القادمة كان معانا ادم وامير، طبعا في الحلقة هذه كان معانا برضو حسير يكون معانا ادم وامير. طبعا يا جماعة الخير في الحلقة القادمة طعمينا كل الطيور وسبحنا الحمام والى ذلك، وعملنا نشاطات حلوة. ففي الحلقة هذه بنروح نشوف ايش فقس معانا. فاللي بدي اياه منك انه انت لو اول مرة بتفوت قناتي ياريت تعمل سبسكرايب، تفعيل تنبيه الجرس الفائق ابو حزين ليصلك كل جديد. خلينا نروح نشوف ايش صار معانا في الفقس، وايش اللي فقس وايش اللي ما فقسش. يلا. طبعا وعدتكم في الفيديو اللي قبل انه انا اسبح البط، ولكن مش عارف هل اذا ضل معايا وقت هسبح، وما ضل نعملكم حلقه ثانيه. يا جماعه الخير خليني بس نطلعها، وانا هطلعها بسم الله. طبعا خليها تتلين هيك. ادم اجري وراها، يلا روح يلا شويش اجري وراها بشويش. ايوه تمام. نشوف ايش فقس معانا هنا. في هان كتكوت دجاج، تمام. في هان نقر، في هان بطه نزلت تطلع. في بالفعل بطه نزلت تطلع يا جماعه الخير، ولكن مش مبينه عنا بالكاميرا مش عارف ليش. هذه هي، سوينا نعمل زوم. هاي البطة بتطلع قاعدة، مش عارف صراحة. في انها انكسر او نقر، يعني نقر 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 نقر، فكله نقر بسم الله ما شاء الله. هناخد هذا مسكي ادم، هنحطه يا جماعة الخير غاد. طبعا هذه الدجاجة راكدة هان، بس قامت تاكل وتشرب. قلت خليها تتمشى برضو، فقلت حرجعها يعني. طبعا هذه هي اجت يعني تشرب من البركة، في نفس الوقت تتلعوب، فقلت حناخدها ونرجعها تاني بعد ما شربت وتلعوبت شوية ونشطت حالها يعني وكده. حطوا يا بابا مع الكتاكيت والبط. طبعا هذه اللي هي كانت راكدة على البيض، خليها تتنعفل او تلعب في الرملة وكده يعني. فمش عارف صراحة يا جماعة الخير. هذه هي حطيتها يا بابا. طيب فحنشوف ايش صار بعد ما ايش حطناه. في حد بدق على الباب، حشوف مين على الباب وارجع لكم. تمام بتكيش تخلصي، يلا انهي انا نحطك تحت البيض عشان ترقدي. يلا حبيبي انت جيبها وحطها، حطها في هذا بس بشويش. حطها يا مي يا ادم ماشي فاعه. تمام يا جماعة الخير حطناها، وهلقيت حتركض على البيض. طبعا اغلبيته فقس قاعد فمش عارف صراحة. خلص حالفة طلاق تضلها تشرب هذه. تمام يا جماعة الخير حنحط الدجاجة. طبعا يا جماعة الخير حتبدا انه هي ترقد على البيض. طبعا هي متعودة ان هي ترقد على البيض يعني. يلا يا حجة هنسيبها نروح نشوف ايش نسوي. طبعا رقدت، هنشوف ايش نسوي. يا حجة خلص الحمام، خلص قوم خلص الحمام يا حجة. حالفة طلعت خلاص على الفاضي. يلا افتح عشان ايش نحط. طبعا هذا تبن يا جماعة الخير، تبن زي ما انتم شايفين هذا هو تبن. فقيم بس الكرتونة وخلاص احنا بعدين بنشيله. قيم الكرتونة. طبعا بدو اللي هو الكتاكيت يتفاعلوا، لوز وسكر والذهبية. تاكل يا حلاوتي حلاوتي انا، تاكل يا جماعة الخير وما فيش اي مشكلة معاها. فهنحط لهم قش، تعال حط لهم قش اشوف. يلا مش قادر تحمله شويش. اه بشويش يا حبيبي شويش عشان ما يخافوش. طبعا هنخليه يحط القش، هساعده انا. هات اشوف بابا. يلا حط اشوف.
طبعاً ده بداية. حط اعمل هيك وهيك 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 بشويش. المهم بشويش. ها يلا يا ادم. فادم نزل بصف التصفيت يا با. حط هيك. بسم الله ما شاء الله. طبعا نحط كمان هان يعني مش حنغسل. ايوه فوت جوا يابا فوت جوا فوت. ايوه فوت. ايوه ايوه عادي يابا عادي. الدار دارك خفش. مش حد حيمنعك ولا يقول لك وين رايح. اليوم الجو هيك حلو. الشمس هيك معتدله. لا هي حاره ولا هي. والله لقيت بدك حمام بكلور انت يابا. تمام يلا انزل. خلص خلاصي انا خلاصي. ما شاء الله عليهم جماعة الخير. تلعوا بتلعوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خلينا نحط التمن برضه للي فوق. يلا انت انا وتشنقح ايش بدك تسوي فوق. حنحط لهم لو التمن. طبعا هم خايفين. افتح ايدك افتح ايدك افتح ايدك. هاي كبشة كبيرة. طبعا هذا نظام التبن يا جماعة الخير. في ناس بتاخده للاطعام البهايم الله يعزكم. ولكن انا بستخدم انه انا احط ايش بتساوي؟ ايه بستخدم انه انا احط للطيور فرش على اساس انه يوسخوا عزكم الله. ومن ثم انه انا ابدل القش هذا. طبعا كلكم عارفين اللي بحكي لكم وعدلكم. خلص يا بابا خلص حبيبي يلا انزل. كتر الله الف خير يخلف عليك. تمام ضبل لي الكيس جوا يلا. وين؟ جوا غاد احشره. يلا شوف. طبعا مبادرة حلوة. يلا سكر الباب سكر. ما شاء الله. يا جماعة الخير كل اللي انا بدي اوصل لكم اياه انه انتم بتقدروا من جوز واحد يصير عندكم كذا صنف. يعني انت من جوز بط. خلينا نتكلم يا بابا خلينا نتكلم. يعني من جوز بط بتخلي عندك انتاج. من جوز قبج بتخلي عندك انتاج. جوز دجاج بتخلي عندك انتاج. جوز رومي بتخلي عندك انتاج. وانتاج ضخم. يعني اذا انتم بتلاحظوا علي انا ببيع اول باول. لو انا بدي اخلي الكتاكيت عندي اللي انا بعتها كان لقيت عندي اسطول اسطول من الكتاكيت كافة اشكالها وانواعها. فبس انا كل انا بدي اوصلكم اياه انه نظف ظبط اهتم اقعد مع طيرك طعمي في الاوقات المحددة. وبتلاقي الانتاج طبعا مع اللي هو يا بابا. ايه ده يا بابا مش عارف اركز. بدك شوقي؟ ليش؟ الكبير الضخم. كو 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 كو. هذا لا بدناش شوقي. بدي اديك ماوكلي. وينه؟ هاي ماوكلي ماوكلي. لا لا هاي ماوكلي. هاي ماوكلي حالف طلاق. ماوكلي لقيت انا بجيبه وبجيب امه. وين ماوكلي؟ هيو يا بابا قلنا نجيبه. طب هات شرد ماوكلي. هاي هاي ماوكلي خذ. هاي ماوكلي بالراحة. خلاص يلا هات. هات حط انا بحطه. يلا حط ماوكلي. يلا نزل نازل بدي عليك بعملك تمام. جماعة الخير اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. خلينا نفرجيكم البط عبير وعابر. هاي عبير وعابر هدول كتاكيتهم طبعا ولكن فقصوا على كذا دور او على كذا مشوار. يابا اهدى يا بابا اهدى خليني اخلص اهدى. هذه نايمة. اتمنجح بوبو بوبو اتمنجح. شايف كيف الجهة كيف تعمل زي الزلمة. تمام يا جماعة الخير خلينا نفرجيكم ايش تجميع البيض. يلا نبلش نبلش. بنسميها يلا نبلش. تعال نروح نفرجيهم البيض. يلا فوق. يلا تعال تعال. طبعا عابر بعد الحمام. وين عبير عنك؟ هذا حتتحمم من الحمام. هذا بتحمم. هياك غاد عند المرجيحة تبعتك اللي عاملها. نايمة. تعال نشوف البيض اللي جمعته عبير. طبعا يا جماعة الخير هي بتجمع حان
بسم الله ما شاء الله متجمع هان ومتخبي يعني. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بسم الله ما شاء الله ستة. يعني هذا ما كانش ستة، هذا العشب ما كانش، وأنا ما حطيتهش، هي بتجيبه تمها. وطبعا جايبة شوية ريش، هي بتجيبه كل يوم وبتجمع فيه يا جماعة الخير يعني زي ما شايفين، وحاطة كيس. فبسم الله ما شاء الله البيض يعني كتر، بسم الله ما شاء الله في منه اختلاف يعني، مش عارف كيف اوصف لكم، في منه الكبيرة وفي منه الصغيرة. فشكلها الصغيرة هذه اول ما ايش باضت، وبعد ما تمكنت من اللي هو وضع البيض، هذه جديدة شكلها اذا بتلاحظوا جديدة. ها شايفين هذا الرمل لما ينشال تأكد لك انه هي جديدة، وهذا طبعا عتيق. فاحنا مش حنزعجها ومش حنقولها زي المره اللي فاتت لما نقلناها بطلت او بطلت ترقد وهيك، حنتركها في الست بيضات هذولا قبل ما تجمع عليهم. ونقول لكم في كل فيديو حجيب لكم اللي هو نبذه عن البيض هذا وايش صار فيه والبطه ايش صار فيها. تمام جماعه الخير، فبسم الله ما شاء الله عليها رجعت تبيض، وعندي كتاكيت منها يعني زي ما انتم شايفين من جوز صار عندي بسم الله ما شاء الله. طبعا جماعة الخير في كثير قال لي يا ابو ادم هذا انت يا، وهو طلع ذكر، وكثير منكم قال لي البيض مش حيطلع فيه كتاكيت وهيطلع فيه كتاكيت، وكثير منكم بغلط فيا وبقفلي كيف طريقي، ولكن انا بشق طريقي وبسمعش اللي هو كلام المنتقدين والكلام اللي هو بجيني، لان انا مقتنع في حاجه وخلاص انا مقتنع فيها. مين انت تيجي عشان تعدل او تصحح علي؟ يعني انا الي فترة طويلة من وانا قد ادم وانا بربي الطيور وبعرف هذا ذكر من انثى ومن الكلام هذا. ذهبية قاعدة بتاكل يا جماعة الخير، احنا قد حنتوجه نشوف الدجاج اللي راقد نطلعه عن البيض على اساس انه احنا نخليه ياكل. كان صراحة كان نفسي يكون الفيديو شوية هيك في مدة طويلة على اساس انه انا افرجيكم البط وانا بحطه في البركة، لكن حعملكم هيك حلقة صغيرة مش عارف، حستضيف فيها ادم وامير، وحنحط البط حنخليه يتسبح. فمش عارف الفيديو كيفش ينزل، ولكن ان شاء الله حقدر انه انا اسويه هذا. فمش عارف صراحة يا جماعة الخير، هنروح نشوف اللي هو الدجاج اللي راقد على البيض ونطلعه وخليه يشرب وياكل. طبعا هذا الكتكوت اللي توه فقس معانا، في لسه اخواته بفقسوا ان شاء الله انا هجيبهم برضو هان كلهم. يعني غريبة اول مرة اشوف كتكوت يطلع من البيضة ياكل، يعني للامانة هو يعني بشكل عام الدجاج بياكل من هو في البيضة كمان، تلاقيه هيك بنقر وبياكل عادي، اما اللي هو الطيور هذه هذا له يومين يعني فعادي. بسم الله ما شاء الله عليها ذهبية، فخلينا نروح نشوف الدجاج ونطعميه في الدقيقة اللي ضايلة. اسم الله عليك اسم الله هذا المنظر كتير كيوت بعد الحمام بعد الشاور اللي اخده المعفن نظف. طبعا هنطلع نعيمة من تحت البيض، غصب عنها طلعوها غصب عنها. طبعا هذا البيض اللي راقد عليه مرصوص رص، وطبعا هنطلع ام جويج، ام جويج هنطلعها عشان تاكل برضو. هنحط لهم الاول علف، يلا كلوا هنسيبهم ياكلوا جماعة الخير وخليهم يطلعوا يعني يشربوا. طبعا هذا بيضها بسم الله ما شاء الله عليه. حبايبي بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو، بتمنى لو عجبك الفيديو تصلح لايك، لو اول مره بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب تفعيل تنبيه الجرس الفائق ابو هزين ليصلك كل جديد. حبايبي بتمرش عليكم يوم من غير تسامى، اكثر من الصلاه على النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طبعا في اول حلقه لما قلت لكم ليش بتحبوا قناه يوميات مزارع فلسطيني، اللي تم معنا للاخر انا بتشكرك كتير كتير، واكتب لنا تحت ليش بتحب قناة يوميات مزارع فلسطيني. سلام.